أساسا كركوك يعني مدينة تحتوي كل المكونات، عراق مصغر، تمام. والانتخابات هي حصلت هذه مشكلتنا. أجريت. لا بالعكس، هاي لما احنا نقول عراق مصغر هاي كلمة جدا جميلة، يعني العراق هو جميل بمكوناته، تمام، يعني بس ما خلي اكو موظفينه بشكل مشاكل. صحيح، نعم ما موظفين هذا الجمال لا بشكل بالعكس، صحيح. انت تشوف مثلا منطقة جبلية ومنطقة صحراوية ومنطقة تمام. سهل ومنطقة بيها، بالعكس اصلا والمكونات كل أقصد واحد. سياسيا ما لا موظفين احنا بشكل صحيح. يعني ان شاء الله الشعب واحد، ممكن نتفرق أكيد السياسة أكيد، لكن مجتمعيا بالنهاية الأمور الشعب، ما بها أي مشكلة. المجتمع ان شاء الله واحد، وان شاء الله السياسيين همنا يعني يكونون على نفس القلب. يعني الانتخابات حصلت، لا زلنا في هذه المرحلة، مرحلة تشكيل يعني مجلس محافظة. طبعا طلعت النتائج ودا ينتظرون منه مثل ما يقولون المرشح بالنسبة للمحافظ والأمورات الأخرى، وهذه طبعا تحتاج أيضا إلى توافق. هو كل شيء يعني بالعراق مهم جدا حقيقة. احنا من نقول توافق هي مو محاصصة، تمام، وإنما توافق خليه اتفاق يصير رأي. اتفاق، توافق يعني اتفاق على رأي معين. بالعكس المحافظ من يكون متوافق من قبل كل الكتل راح ينجح. رئيس مجلس هوية المحافظة المحافظ لمن ستكون؟ يعني بلا شك للكرد، للعرب، أكيد يعني للتركمان؟ باعتقادي أنه يجب أن تكون للكرد. نعم لأنه أساسا هو حتى يعني مثل ما يقولون الرقم واحد اللي أخذ هو يعني كردي، يعني حزب كردستاني، نعم. ف ومع طبعا الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع الأطراف الأخرى، وهذا يشكوا بها. يعني هي أي رؤية توافقية لكن بالنهاية تكون هذا لكن وفق الأرقام كلا الطرفين كرد وعرب هذه بحاجة تحتاج إلى لها موقف توافق، التركمان، تحتاج لها توافق. بيضة ليش القضبان. أقول لك توافق؟ التوافق هو هذا، يعني المحافظ بأي آلية يصير لكن بالنهاية توافق. التوافق مهم جدا، وهذا المرشح هم يكون مقبول من قبل الجميع، يعني من قبل كل المكونات، ويكون شخصية يعني يقدر يستطيع أن يقوم بأعباء هذه المسؤولية في هذه المحافظة اللي هي مكوناتية ومهمة. جيد، أنا سؤال أيضا يتعلق في كركوك، تتوقعين لها استقرار وتنظيم لوضعها؟ لولا لديكم خشية، تخوف من أن يتحول موضوع الخلاف، الاختلاف، الحوار على محافظ لمحافظة كركوك إلى مشكلة، وهذه المشكلة قد تتطور لتصريحات وإلى تلميحات بمواقف سابقة. والله لا أتصور، يعني دائما أنا ألاحظ أنه يعني أهالي كركوك حتى بسياسيها كلهم يعني إلى درجة من الحكمة بحيث لا أتصور أنه تتطور إلى احنا مواضيع. عندنا تجربة قريبة، عند ما كان هناك عمل مثلا لعودة المقر المتقدم إي صار بس اللي صار. يعني ما يخالف، مو مشكلة، تحصل الأمور، لكن بالنهاية مثل ما قلت لك يعني من المفترض الجميع يفكر باستقرار محافظة كركوك، وهاي الانتخابات حصلت بعد كم سنة، فانه تبقى المحافظه هيك. وهسه طبعا اكو هو اساسا يعني في الانتخابات في قانون الانتخابات مده معينه، وهذه المده اتصور هسه حتى تجاوزت هذه المده، من المفترض انه يكون هناك توافق بين كل المكونات على اختيار المحافظ واكيد الامورات الاخرى اللي هي مرتبطه ايضا بالمحافظه.